بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عبد الواحد قنديل، رئيس مصلحه بنك الدم ديال المستشفى الحسني ديال النظر. نهار عملت ورم مع نتيجه الحمله ديالي ديال الدار الام للتربيه والتكوين ديال النظر. الحمله يا سوسد المبادره ان الجمعيه الجهويه للاتحاد الوطني لنساء المغرب ديال النظر سوسد المبادره يعني كيتحقق مناسبة اليوم العالمي للمرأة. في المناسبة باش تحيي مرة ثمغارين ذي النظر، تحيي مرة ثمغارين يتبرع عن سيدا من غانغلا إما ذي حملات ينتج على برا أو لا ذي مستشفى الحسني. المبادرة جن مهمة بالنسبة للشين، لأنها أول حاجة بغض النظر أنه باش سيدا من يعني باش نوفر كميات من الاكياس من الدم اللي بهلاش لغرض النظر لا بالنسبه للمستشفى ولا المصحة. من الاهداف المبادره يا هو زرع ثقافه التبرع زقدام من ذلك للاقليم. الحمد لله الاقبال قناه تقريبا نسبه مهمه جدا، ليش الاقبال مهم جدا، واغلبيه المتبرعين بطبيعة الحال هم نساء. تشكا خنططاس تشكا مرة وديوسين باش يساهم في الحملايا وتناء المتبرعات. تشكا غطاس الجمعية ثاني تحديد. حقيقة الجمعية زير بدا ماشي أول مرة كيسنق ديال الحملات ثاني تحديد المقر، وأكثر من ذلك هناك اتفاقية شراكة جاء الاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة الصحة في إطار لا بالنسبة للتبرع بذمن خصوصا، وكذا التوعية للنساء المستفيدات يستفيدن سد الأنشطة يتوخر قندني تجديد. المناسبة يا خص غادي نقول بأنه نسبة يعني النساء يتبرع عن غرض النظر نسبة مهمة، ولكن ماشي غنغيج الأمل أنه ديري كتار هذه ينقص النسبة باش نسكع النسبة التبرع، خصوصا النسبة المتبرعات المنتظمات، حيت غنغيج الهدف هو انه ماشي هو انه التبرع سيدا ما نقص النهار، هو انه غنغيج استمرارية للتبرع سيدا من ثالث نداء بالنسبة للاخوان الاخوات الذين نضى باش ان شاء الله غنغيري يجن مخزون سيدا من إنجاز مهم. هذا غير كفى مرة المرضى بالغرض النظر. الحمد لله أنه في 2015 طغانا الاكتفاء الذاتي بالنسبة لإقليم النظر، يعني أنه في المرحلة السنة 2015 طغانا حد يجببه أنه إذا من زماني صناري أو لا أن لا زوج دا ولا زماني صناري. هذه المبادرة مهمة، ولكن خرخو الاستمراريه ركز غطاس الاستمراريه لانتظام التبرع سيدا من دي نقطه يا ديني غبي انه ادعوض ديني غبي انه تبرع سيدا من ممكن اي واحد يتبرع سيدا من خمني غيتيري صحة الناس تصبحات خمني غيتيري غاس العمر من 18 ل 60 عام، وممكن يتم غاس تبرع كثر شهر على يذكر شهرين. شكرا جزيلا. وما يمكنش وقع جن حدث وانه دور الاعلام وخصوصا موقع عارفينو جنر بطاقه كينا باش يشيج الاشعاع المبادرات الحملات التبرع سيدا من، وهذا يجن تشكخ نطاس وبدون اعلام ما يمكنش غنغيرين يجن الاكتفاء الذاتي سيدا من، وما يمكنش غنغيرين اشعاع الثقافه التبرع سيدا من. وشكرا جزيلا. Gracias.